عينك. يلا كول حبيبي. على شو عم تطلع؟ ولا شي. بدك نقعد شوي؟ تعال. تعرف أركان؟ قررت إنه أرجع على الضيعة. عم دور على الفاضي، مستحيل تلاقي حدا باسطنبول. شو رأيك تجي معي؟ ما بدك تصير سند وابن لمرة ما عندها أولاد؟ رح دير بالي عليك. منعيش عند خالتي بالضيعة، وإذا رجع زوجي منعيش ببيت تاني، منضل مع بعض. ما رح تجي معي ابني؟ ارجع لي الوجع. عمي جعان كتير كتير. أركان انت منيح؟ رح تكون بخير، لا تقلق ابني. امشي رح اخدك على الدكتور يفحصك. يلا. رح تكون ضيفنا بهاليومين الجايين يا بطل. دكتور، نتائج الفحوصات. فرجيني. لو سمحتي تفضلي لنحكي شوي. شوي وراجع لعندك. خليكي معه. حاضر. هاي الحالة نادرة عن طفل صغير مثله. ليش شو طلع معه دكتور؟ في عنده مشكلة بصمام القلب، وهي تعتبر مشكلة كبيرة ولازمه عملية بسرعة. عملية؟ جراحات القلب مكلفة، معك مبلغ يسد أجور العملية؟ إليلي أنت أمه بتكوني مو هيك؟ إيه أمه. بصراحة أنا مثل أمه، يعني أركان أمه وأبوه متوفين وما له حدا بهالدنيا مثلي أنا. فهمت عليك. معك مصاري لتدفعي تكاليف العملية؟ لا، كل المصاري اللي معي ما بيكفوا. يعني ابنك ما عنده أي قرايب من أهله؟ عنده عم بضيعته، بس ما بظن إنه بيهمه أمره. يعني أنت بدك تعتني فيه؟ بترجاك تشفي يا دكتور. هاي مهنتي يا بنتي، بس مصاريف المشفى موضوع ما بقدر اتحكم فيه. إذا قدرتي تأمني تكاليف العملية الجراحية، يعني إذا أمنتي قسم من هذا المبلغ، رح بقدر ساعدك لتطلبي أقل تخفيض لتكلفة العملية، ورح ساعدك قد ما فيني. أنا رح أحكي مع إدارة المشفى. ضروري تعملوا العملية بأقرب وقت ممكن. ايه طبعا. وهلا فيك تروحي تأمني المبلغ. قديش؟ إن شاء الله عليه العافية.
كيف صرت يا روحي؟ منيح، لسه في شوية وجع. سلامتك يا عمري. أركان الغالي، أنت أكيد رح تطيب وما عاد رح يوجعك شي. أوف يا ربي، ليش هيك القدر؟ كيف هيك صار؟ معقول نخسرها بسرعة وما عاد نشوفها؟ أمك رح تموت قدام عيني يا ابني. للأسف هي إرادة الله يا ابني. قلت لهم بتبرع على بكليتي بس ما بتزبط. إلا ما يكون في متبرع وبيكون بحاجة للمصاري، صدقني مستعد أدفع شو ما بدون، المهم ننقذ أمك. روح انزل على حارات الفقرة، وأنا متأكد في ناس بحاجة للمصاري وراح بيقدروا يتخلوا عن كليتهم بسبب الفقر والجوع اللي عايشينه. يلا ابني روح ولا تضيع وقت. يلا يا رب. شو بدي أعمل؟ دخيلك شفيني مرتي يا كريم وبعت لها شي متبرع ورد لها صحتها وعافيتها. عفوا أخي. الله يعافيها يا رب. شكرا. مرتك هي المريضة أخي؟ هي يا أختي، هي صار لها مدة عم تعاني من مرض كبير وبدنا متبرع كلية ولهلأ ما عم نلاقي. وأنتي ابني وبده عملية جراحية. عليه ألف عافية. كنت واقفة هون وسمعت حديثك من غير قصد. بصراحة ما فيني أدفع تكاليف عملية ابني، و يعني إذا كليتي بتناسبها أنا جاهزة. وين راحت أمي صديقة؟ جيبوها أنا بدي شوفها. هي جوا حبيبي، يلا رح ناخدك لعندها. بدي شوف أمي صديقة. إيه يا مدام، فيك تتراجعي عن العملية؟ مستحيل، أنا ما رح أتراجع. لازم تعرفي إنه أنت عم تتبرعي بكليتك لشخص غريب ومن دمك. إيه بعرف، بس لازم يعيش لأنه كل حياتي وكل شي بملكه. أمي صديقة، وينك يا أمي؟ أمي أركان، أنت رح تصير لو سمحتي بعد مشان تاكلها. صلي وادعي له بالشفاء. عفوا دكتور. تفضلي. ما بدي يعرف اني تبرعت بكليتي بلا ما يدرى. ما بدي حدا يعرف ابدا لو سمحت. جهزوا غرفة العمليات الثانية للمدام لو سمحتوا. فورا دكتور. صحيت. طمني كيفك يا بطل؟ ليلي وين أمي؟ هي راحت تجيب كم غرض وتجي. ما بصير تقوم هلأ حبيبي، لازم تضل متسطح. بس أنا بدي أشوف أمي وين راحت. هلأ بتجي.
لي يا أمي، أنا بدي أمي صديقة. ولا يهمك، هلأ بتجي، أنت لا تقلق. تعالي يا أمي. يلا جاي. الحمد لله على السلامة. طمنيني منيحة؟ طمنيني كيفه أركان؟ هلأ صحي من التخدير وسأل عنك كمان، قلت له رح تجي بعد شوي. ما قلتي له أني عملت عملية مو هيك؟ ما تقلقي أبداً، ما رح يعرف شي عن عمليتك. ارتاحي ولا تشغلي بالك، عن جد أنتي مرة قوية وبتستاهلي كل تقدير. ضحيتي مع أنه هو مانو ابنك الحقيقي. هو كل شي بحياتي، مالي غيره. ما بدي يشوفني بهالحالة، بالي كتير مشغول عليه، حابة أشوفه. بس هلأ لازم أصبر، بس لبين ما تتحسن صحتي شوي. لازم غير لك الضماد هلأ. ليش تأخرت أمي؟ صار لكم يوم غايبة، وينه؟ رح تجي. بتضلي تقلي لي جاية وما عم تجي. ليش ما عم تجي؟ امبارح قلتي لي جاية وما اجت، واليوم كمان ما اجت. هي راحت وتركتني مو هيك؟ بس هي وعدتني انه ما رح تتركني لوحدي ابدا، وطلعت عم تخدعني. بس هي بتحبك كتير. وانا لك هلا ليش ما اجت؟ بتكون انشغلت شوي، ما بتعرف شو ظرفها. هي بتضل تخدعني، انا حبيتها كتير مثل امي، قلت لها امي وخدعتني. انا ما عاد حبها، ما بدي حبها، ما بدي حبها ابدا. لا تقول عنا هيك، بلكي صاير معها شي ومو قدرانه تجي لهون. لو بدها تجي كانت اجت. هي ما بدها يعني. شو لوين رايحة؟ بدي روح شوفه. بس انتي. أنا منيحة، بدي روح شوف ابني. ليش ابني؟ شوفي، أنا ماني ابنك أنتي. أركان طلعتي ما بتحبيني وكذابة، روحي من هون. أنا ما عاد بدي أشوفك بعد اليوم، بدل ما تكوني جنبي تركتيني وطلعتي ما بتحبيني. أركان حبيبي أنا كنت. روحي، أنا بدي إياكي تروحي، طلعي، ما عاد بدي أشوفك، روحي، روحي، يلا، يلا روحي، نقلعي، طلعي. انت واحد غبي، غبي. ليش هيك عملت؟ كيف عملت هيك مع مرة لطيفة يا غبي؟
لو ما هي المرة أنت كنت متت. هي بعد كليتها كرمالك، خاطرت وتخلت عن كليتها لتأمن مصاري عمليتك. ضليت تسأل ليش ما إجت، وهي عرفت لما كنت أنت بالعملية هي كانت بالعملية لتتبرع بكليتها. عم تفهم هلأ؟ عرفت ليش ما إجت؟ أمي صديقة، أمي استني، أمي أمي صديقة، أمي أمي حبيبتي. أركان أركان انتبه، لا تركض. أمي 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 بدي تسامحيني، أمي سامحيني، بترجاكي سامحيني. بحبك أمي، كتير بحبك أمي حبيبتي. أمي ابني الغالي، أمي حبيبتي، أنا كتير بحبك. أنت حياتي، أنا بحبك يا أمي. وأنا كمان، وأنا بحبك يا روحي. رح ندور على أبوك. على أبي أنا؟ أبوك جواد حبيبي، يعني زوجي. خلينا ندور. وين كنتي مختفية يا بنتي؟ ما ضل محل ما سألت عليكي، ولما سمعت إنك بالمشفى جيت دغري. شو صاير؟ شو القصة؟ ليش ما خبرتيني؟ الحمد لله نحن بألف خير. انت بتعرفي ليش جيت لهون؟ انا لقيته لزوجك. انا حكيت له وقلت له انك عم تدوري عليه، بالاول ما رد، بس عصبت عليه شوي وحكيته ونصحته. مو معقول جوزك قديش عقله صعب وغليظ، ما قدرت افهمه، بس نفسيته كتير تعبانه، وانت لازم توقفي جنبه، بلكي بيسمع منك. يلا خلينا نطلع بالسياره. تعي ليك هونيك. أخيراً لقيتيني؟ خلينا نروح جواد، كتير دورت عليك. شو بدك بواحد مثلي مانو رجال لتدوري عليه؟ امشي. ليش عن ايدك إلى الأد؟ أنا زلمة ما عاد مني فايدة أبداً. شو نسيت إنك زوجي؟ كنت جوزك، اعتبريني هلأ أني توفيت. أنا ما بستحقك أبداً يا صديقة، ما كنت زوج منيح ولا قدرت خلف لك ولد. بس أنا هلأ لقيتك. وشو اللي تغير؟ أنت شايفة حالتي؟ شوفي حياتك. رح نرجع نعيش مع بعض جواد، إيد بإيد ونوقف جنب بعض.
أنا ما عاد عندي شيء أدنى، ما في داعي نضحك على بعض. لا يا جواد، ما رح روح لأي مكان بدونك، أنت عائلتي وكل دنيتي، كل شيء رح يتحسن، أنا بوعدك. يا ريت عندي نص ثقتك والأمل تبعك. ما رح نروح الضيعة، أنا حكيت مع العم خليل ورح يلاقي لك شغل هون، ومنعيش ببيت صغير ومنضل هون باسطنبول. وهلأ صار عنا سند عمرنا. سند عمرنا؟ صار عنا ابن، ورح يقول لي أمي ورح يقول لك بابا. هذا هو سندنا وفرحة عمرنا وراحة بالنا. هو أملنا وابننا. تعال. روح يا ابني، الله يرضى عليك. قال لي بابا؟ بابا من اليوم رح أقول لك بابا. عن جد رح تقول لي بابا؟ بابا حبيبي. ابني حبيبي يا عمري. أمي. ابني. أمي حبيبتي. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.